مكان. أهلا بكم من داخل القاعة التي تستضيف وتحتضن الزعماء الأفارقة الذين جاءوا هنا من واقع المبادرة الألمانية للشراكة مع القارة الأفريقية. وهذه هي كواليس انعقاد القمة وتجهيزات انعقاد القمة، وبتتوافد كبريات الشركات ورؤساء وأصحاب الشركات الكبرى في القارة الأفريقية من ناحية، التي تحمل الفرص الاستثمارية الواعدة، وكذلك الكثير من هؤلاء الشركات سواء الشركات الأوروبية أو الأمريكية التي جاءت لتلتقط الفرص الاستثمارية الموجودة في القارة الأفريقية. ربما يكون هذا المنتدى هو المنتدى الأهم خلال هذه المرحلة، الذي يبعث ويبحث في كيفية التوائم وكيفية التعاون بين شركاء التنمية الجدد، وتنتقل القارة الأفريقية من مرحلة التبعية إلى مرحلة الشراكة الكاملة مع شركائها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. نحن ننتظر وصول الزعماء، ننتظر وصول الدكتورة أنجيلا ميركل المشيرة الألمانية ورئيس عبد الفتاح السيسي وباقي القادة الأفارقة، وبيجلس الرئيس وبيجاوره في مقعده الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وعلى بعد خطوات منه بيجلس على يساره ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي، وعلى يمينه بخطوات المستشارة الألمانية انجيلا ميركل. وهنا الجو كما ترون خلفي، الجميع بيحاول أن يتحدث بلغة مشتركة هي لغة المصالح. الجميع بيحاول أن يصل في النهاية إلى تحقيق مصلحة. ربما بتنتقل القارة الأفريقية وفق هذا المنتدى، وفق هذا المؤتمر، من منطقة إلى منطقة، من منطقة كانت فيها التبعية وتلقي المساعدات إلى منطقة أخرى أكثر رحابة، وهي منطقة الشراكة ومنطقة المصالح المشتركة. ربما بتبدأ هذه الفعاليات بعد قليل، وبننقلها لكم على الهواء مباشرة من هذه القاعة، ثم بينتقل الرئيس عبد الفتاح السيسي للشق الآخر من الزيارة، وهو الشق الثنائي، حيث يذهب إلى مقر المستشارية الألمانية لتبدأ مراسم الاستقبال الرسمي داخل المقر المستشارية بالسيدة انجيلا ميركل، ثم تبدأ المباحثات الثنائية بينهما. وفي بعدها بساعات قليلة بيتوافد رؤساء الوفود الأفارقة والزعماء الأفارقة لجلسة مغلقة بحضور المستشارة الألمانية انجيلا ميركل. يوم مليء بالتفاصيل، وربما يكون اليوم المفصلي في الزيارة، حيث تبدأ الآن فعاليات إلقاء الكلمات والترحيب بالشركات المتواجدة هنا سواء على المستوى الأفريقي أو المستوى الدولي بحضور الزعماء، ثم بينتقل الرئيس إلى المستشارية. سنوفيكم بكافة التفاصيل أولا بأول، لكن أردت فقط أن أطلع المشاهد الكريم في مصر وفي العالم العربي بكواليس ما يجري الآن من تجهيزات كما نرى في القاعة. كل وفد دولي بيحاول أن يبدأ في ترتيب الأجواء، وكل شركة وكل رئيس شركة وكل صاحب شركة يبدأ في هناك حالة من حالات البحث عن كل الفرص الاستثمارية هنا. يعني أتابع بعض المستثمرين الأمريكان يبحثون عن فرص استثمارية أفريقية. ربما الجو ملائم، الجو أنا أرى أن هناك مصالح بيتم دراستها وبيتم تناولها بشكل واضح جدا، وأصبح النظر إلى القارة الأفريقية نظر بعين الاعتبار على أنها فرص استثمارية حقيقية. هذه الفرص الاستثمارية ربما تؤدي في النهاية إلى رفع مستوى الفرد في إفريقيا. وهذه هي القصة، القصة أن أوروبا شعرت بأن هناك مشكلة من اللاجئين ومن الإرهاب. هذه المشكلة من اللاجئين لا يمكن أن يتم حلها بمزيد من المساعدات، وإنما وصلت أوروبا إلى قناعة بأن الشراكة، شركاء التنمية، ربما عندما يكون هناك تنمية مستدامة في إفريقيا وتعليم جيد في إفريقيا، ربما يكون هذا هو الخط الدفاع الأول عن أمن أوروبا ومنع اللاجئين. هنا في ألمانيا ربما بيحدث كوارث نتيجة الهجرة وتحلل أو خروج أنجيلا ميركل من الحزب كما أعلنت بالأمس، نتيجة فتحها أبواب ألمانيا للمهاجرين عكس توجهات بعض الأحزاب الأخرى في ألمانيا. ومن ثم بنرى أنه ما يجري في سوريا وما يجري في إفريقيا الوسطى وما يجري في
الكاميرون وما يجري في نيجيريا وما يجري في القارة الإفريقية عموما وما يجري في منطقة الشرق الأوسط بيؤثر بشكل مباشر على أمن القارة الأوروبية. أنا أرى أنه ما يجري الآن هو إعادة ومحاولة لاعتدال الميزان ومحاولة لوضع الأمور في نصابها الصحيح. شركاء التنمية الجدد الأفارقة والأوروبيون على أرض ألمانيا، هذه تحياتي وهذه رسالتي الأولى من كواليس المؤتمر، مؤتمر زعماء القارة الأفريقية للتنمية في إطار مجموعة العشرين، وسنواصل وأوفيكم بباقي التفاصيل تباعا أولا بأول. هذه تحياتي لكم جميعا من برلين من ألمانيا.